لكم. احنا جينا على الاطفال المعاقين، عندي ولدي انا توحدي ذهني توحدي، هاد العماله ما دارت معنا والو، جينا في النوب الاولى والثانيه وهذه لا تخوازيام فوا، هذه الثالثه فاش كنجيو ما داروا معنا والو، ما كيديروا معنا، سيروا تنعيطوا لكم، سيروا تنعيطوا لكم، ما كيديروا حتى شي حاجه، لا عامين ولا كتاب لا والو، العمالات كلهم تفاهموا مع الجمعيه، الا حنا ما عندناش بزاف دراري قلال ديال الحي المحمدي، ما داروا معنا والو، كل حنا نهار جايين عندهم، كل انت باقي حتى شي شحال 19 واحد ما قدروش يخلصوا عليهم، فاش جاتوا 19 واحد حيت هما ما عندهمش بحال ولادنا، كون كانوا عندهم بحال ولادنا كره ما عارفين يصيفطوا ولادهم هما. عليكم السيد العميل، حنا جينا عند السيد العميل كاين 19 واحد في عماله الحي المحمدي، عماله الحي المحمدي فيها 19 واحد، انا ماشي في عماله الحي المحمدي، انا في عماله النواصر، ولكن هاد الوليدات راه منضمين معنا، خاص الانسان تعطيهم الحق ديالهم، ماشي تخلي التراب ديالك هكا دابا هاد الوسخ، وما ما باغاش تجاوب هاد الناس هادو، ما باغاش تجاوبهم، راه عيب وعار. ومن هذا المنبر انا كنوجه رساله لجلاله الملك نصره الله، هو يشب هذا الاعتبار، هو يشب هذا الاعتبار. انا عندي عود بلا ما قلت، انا عندي جوج وليدات، انا اب اب عندي جوج وليدات معوقين، المراه عندي حتى هي معوقه عمية ما كتشوفش، وانا متقاعد، متقاعد كنربح يلاه 1000 درهم، اش داري هاد 1000 درهم في الشهر، المرأة عمياء، جوج معوقين، سبعة الأطفال، أب وسبعة الأطفال، زيد الماء زيد الضوء، راه حنا غير المحسنين. جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين اللي عندها المن اللي هي تأسست في 1972 واللي تعتبر من أكبر الجمعيات على الصعيد المغربي، واليوم اللي تتوفر على واحد 500 طفل وطفلة، واللي عندها واحد 120 إطار تربوي والطبي كذلك. وتنقوموا بالخدمات التمدرس والخدمات الطبيه وشبه الطبيه، حنا الجمعيه اللي تنقوم بواحد العمل يومي، يعني تنجيبوا وليدات من الصباح من ديورهم وتيتغداو وتيفطروا وتيتغداو وتيعاودوا ياكلوا الساندويتش ديالهم في العشيه وتنعاودوا نوصلوا حتى لدورهم، اذا هذا عمل جبار وعمل كبير، تنتمنى من هذا السيد العامل يتفهم هذه الوضعيه ويحل المشكل وترجع المياه لمجاريها. ما كيعرفنا حتى شي واحد، هاد الدراري كون ما كانتش هاد الجمعيه قابله لينا على ولادنا، كره ولادنا تشردوا للزنقه، شكون غادي يشدهم؟ ها انت كتشوف الحاله، انا باطره رجلي، محيده رجل، كنت صحيحه وتقطعت لي رجل ديالي، راجلي متقاعد مقابلني انا ومقابل الدري. اش ما اش غنقول لك؟ ما بقى لينا ما نقولوا، عيينا، ديما جايين هنا، ديما دايرين وقفات بحال هكا، حتى حاجه ما داروها معانا. كنطلبوا من الله وهاد السيد العامل يشوف فينا ويدير لينا حل ويخلص لنا احنا على وليداتنا الترونسبور ويصيفط لهم الترونسبور ديالهم حتى هو. وجلاله الملك ومحمد السادس كنشكروه من هاد البلاصه، راه الا كان كيشوفنا يدير لينا حل لوليداتنا، خاصو يدير لينا حل، راه ما عندنا لا مدخول، راه حنا ما خدامين، ما خدامين، راه اللهم لك الحمد، راه كل ماشي الجمعيه اللي شاده لينا الدراري ولادنا، كره ولادنا مشردين في الزنقه، ما كاينش اللي غيديها فيهم، اللهم لك الحمد، والله يخلي لنا السي رضوان، الله يخلي لنا السي رضوان، علي رضوان، جامع لينا وليداتنا. لحد الساعه احنا في اطار هذه الوقفه احتجاجيه، اول شيء هو عدم التواصل. المسؤولين السيد العامل واش في راسه ولا ما في راسوش، لا يهموني اليوم. بما يهمنا انه تلقينا سوء المعامله مع العماله بسبب بسيط، جينا نشوف السيد العامل ما استقبلنا حد وما دافينا حد، هذا اول شيء. ثانيا خصني عارف السيد العامل ان التوجيهات ديال الملك وديال الوزير الداخليه ورئيس الحكومه كلها التوجيهات انه خاص يهضروا مع المواطنين وخرجوا من المكاتب ديالهم وحلوا المشاكل ديالهم، هذا العكس ديال هذا الشيء اللي كاين اليوم. اليوم تنهضروا على 19 طفل اللي ما انخرطوش في التكفل الفردي في عماله الحي المحمدي عند السبعه. انا لا ما نفهمش بالضبط اشنو هو السبب اللي خلى هذه العماله من
بوحده من جوع المعاملات. هذا انا تنقول لكم بقول الصدق، حنا مقصودين في هذه القضيه وتنتمنى السيد العامل يحل هذا المشكل في اقرب وقت، لان الامور غادي تصعد، ماشي تهديد، ولكن انا عارف الخبايا ديال الطبقه الفقيره والمعوزه والهشاشه اللي اليوم ما عندهاش حتى ما تاكل وجايه الباب ديال العماله تغوت. اذا هذا هو النداء ديال السيد العامل باش يحل هذا المشكل في اقرب. هذاك اللي خلى يقصي هاد الناس، هادو السبب غير معروف. هذا تنقول لكم بكل صدق، الجمعيه مستهدفه بهذا الخصوص من جهه المسؤوله في هذه العماله، ماشي السيد العامل، ولكن اللي مسؤوله مستهدف ما عندها مشكل مع الجمعيه، ما عرفتوش شنو هو. فضل الجمعيه ديالي اللي كبر فيها ولدي بسبب الظروف الاجتماعيه ديالي، انا كنعيش حياه فقيره وهالناس كلهم معوزين، وهاد الجمعيه ملبيه لنا الرغبات ديالنا كامله من ماكل ومشرب ونقل وتطبيب وكل شيء. فكيفاش بغاو يستثنيونا ويجيبونا حنا لهاد العماله؟ واش هذا الشيء تعسف؟ لا، حنا بغينا نبقاو في عمالتنا اللي تربوا فيها اولادنا. هاد الدراري معاقين وتقليدهم علينا وعارهم علينا، هما اللي خصنا حنا نوجهوهم، راهم كيعرفوا والو. واحد الحاجه تربوا فيها كبروا فيها ويجوا الناس يقول لك انتقلوا هنايا. احنا جينا هنا باش نتحاور. الجمعيه كترحب بكم انتم دائما دائما، كترحب بينا وموفره لنا كل الظروف اللي كيحتاجوها هاد الاطفال المعاقين، موفره لهم جميع الاحتياجات ديالهم، من الرحلات في الصيف، من تطبيب الى مرضو، من ماكل، من كل شيء عندهم تمايا. فما يمكن ليناش حنا نجيو بكل بساطه بين يوم وليله ونحولوا وليداتنا لواحد المدرسه اللي ما كنعرفوهاش ونتاقلوا هادشي. حنا جينا هنا كنحتجوا وبغينا الناس تحاور معنا، حنا جينا هنا باش نتحاوروا يخلوا وليداتنا في المكان ديالهم اللي ولفوه واللي حنا لاقين فيه راحتنا، فبالاحرى هما. احنا كمجتمع مدني، كجمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه بالخارج والداخل، جينا نضامنوا مع صوت المعاق الذي تم اهانته من طرف الاقصاء، من طرف السيد العامل عمله عين سبع بعد عده طلبات، ولو على لقاء تواصلي ما بغاش يتواصل هذا السيد العامل عمله عين سبع باستغلال الشطات. هذا تيمثل صاحب الجلاله، ممثل صاحب الجلاله، وصاحب الجلاله اعطى التعليمات الساميه لاخذ العنايه التامه بالمعاق. وبغينا ناكدوا الراي العام بان هذا المعاق وهذه العائلات بان راه تتعاني الفقر، بان هناك حياه مرزريه، بان كاينين حوايج بزاف غير 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 متوفره، ورغم ذلك بان هذه الجمعيه تتكافح باش توصل المعاق باش تاخذ العنايه ديالو، ولكن تنتفاجئوا بهاد المسؤولون باسم جلاله الملك يتحدون تعليمات صاحب الجلاله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.